بسم الله مشاهدي قناه الصحه والجمال، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج كوميديا زوم. احب ارحب طبعا بضيفنا في البدايه محمد اسامه الشاعر الموهوب. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا محمد، ربنا صباح الخير عليك. وعايزين بس كده، انت طبعا نورتنا قبل كده، عايزينك تبدا الحلقه ببيت كده صغير. ممكن نقول صاحبي اللي عمره ما خني وتركني وقت الضيق، هو اللي ينفع اقول عنه اخ وسند وصديق. صاحبي اللي عمره ما باع ولا ملاني اوجاع، صاحبي اللي قلبه يساع وجعي واحزاني، هو اللي خلاني اقول عني انا وعنه انا التاني. الله الله يا محمد. وواضح طبعا ان انت في يعني بالنسبه لموضوع الصحاب، واضح ان في انت متاثر شويه بالنقطه دي. يعني شويه. طب عايزين بقى نتكلم، كنت وعد الجمهور لما جيت في قناه الصحه والجمال قبل كده، كنت واعد بكتاب، قول لنا ايه الموضوع ده. كتاب الحمد لله هينزل اخر الشهر دوت في المعرض، مشارك مع دار نهر الكتب للنشر. ايوه، احب اشكرهم جدا. تمام. ان شاء الله يعني 30/6 هنبقى في معرض الكتاب ان شاء الله. محمد بالتوفيق دايما. سمكري قلوب ان شاء الله. سمكري قلوب، اسم الديوان سمكري قلوب. طب هو الاسم ده انت واخده من حاجه معينه ولا هو الاسم جه كده في دماغك؟ لا، هو الاسم اسم قصيده اسمها سمكري. يعني هو اسم الكتاب على اسم القصيده؟ على اسم قصيده. تمام. طب ممكن نسمع حاجة منها ولا هنخليها شوية ولا ايه؟ براحتك يعني. عادي، تمام. لو حابب تسمعنا حاجة ممكن تسمعنا كده حاجة بسيطة منها. هي قصيدة صغيرة اصلا، بتقول الخبطة بسيطة هتتصلح ونرد القلب على البارد، الحزن قديم شكله مملح فسرح على العقل وبقى شارد، الشخص الخابط كان خايف، شبورة الدنيا كانت عمياء، انا كنت معاه وما كانش معايا، والقصة دي اصلا ملعوب فيها لازمها نهاية، ونهاية الاول يعني يا استاذ قلبك ممتاز لسه بخيره، فما تسترخصش وتشتري ناس باعد غيره، وعموما يعني انت براحتك تبوظ قلبك على الفاضي، انا والله عايز مصلحتك. برافو يا محمد، برافو بجد والله. ويعني الشعر فعلا جميل، وممكن بيلمس كلامه بيلمس يعني في بعض الناس او بيلمس حاجه معانا جوانا. طيب محمد، عايزين برضو نتكلم على القرايه. اكيد القرايه ليها دور، القرايه عامه مفيده، غذاء للروح، غذاء للعقل، كل الكلام ده. عايزك تتكلم ايه دور القرايه معاك؟ هل انت بتقرا كتب باختلاف مجالاتها؟ ايه يعني، احكي لنا شويه عن موضوع القرايه معاك يعني. بص، هو انا كنت الاول في الاول ما كنتش بقرا، بعدين في حد نصحني، هو كاتب يعني، حد بيكتب برضو، ونصحني ان انا اقرا كتير، والحقيقه نفعتني جدا. ومن هنا حبيت القرايه. يعني انا عندي مكتبه مليانه كتب في البيت متنوعه. يعني مفيش مجال معين؟ هو لا روايات وقصص وشعر وحاجات كتير يعني. ايوه تنوع يعني. بتحب القرايه عامه؟ حبيت القرايه انا جدا وفادتني كتير، واي حد بيكتب لازم يقرا. اكيد لازم يقرا، عشان وهي عامه القرايه يعني غذاء للروح وغذاء للعقل، وبتبقى طبعا مفيده انها بتطلع حاجات كتير جواك، بتاخدك في حته تانية خالص. مظبوط مظبوط. طيب بالنسبه للشعر، هل انت في يا محمد نوع شعر معين بتكتبه او بتفضله؟ بص، هو انا بكتب بالعاميه. تمام. الشعر العامي يعني. الشعر العامي انا في العموم بكتب بالعاميه. النوع اللي بفضله في الشعر، انا بحب حلمنتيش. اكيد حلمنتيش. اسلوب عمرو اطامش. الحلمنتيش دي اكتر حاجه انا بفضلها، وانا عامل برضو شغل الحلمنتيش، عامل منه شغل، بس انا بحب العاميه عموما يعني. وكمان هي اللي قريبه من الناس. قريبه من الناس بالظبط. عايزين نوصل للناس، اللي بيقرا الكتاب ولابس نظاره والعبود الصغير وبالظبط كله بيفهم. هتفهم العاميه، عكس ممكن واحد يفهم العاميه وما يفهمش الفصحى. ده اكيد يعني. مزبوط. مش ممكن. فالعاميه هي اللي وصل الناس فعلا. عجباني جدا النقطه بتاعت العاميه، لان النقطه العاميه هتوصل لكل الفئات او هتوصل لكل الاعمار. بالظبط مظبوط. محمد احكي لنا ايجابيات سلبيات. في حد انا ممكن انتقدك دلوقتي انتقاد ايجابي تستفيد منه، ممكن اقول كلمه اللي هي بنسميها انتقاد سلبي. طبعا. اقول كلمه تجرح شويه. قول لنا قصتك مع الانتقادات السلبيه طبعا قبل الايجابيه. بص، هو الحقيقه انا لحد من فتره قريبه الحمد لله ما كانش عندي كومنتات سلبيه، او ما كانش حد ما فيش اي كومنت سلبي يعني عموما.
بس بدأت تظهر يعني لما بدأت أشتغل وبدأت لما بدأت الشهرة تيجي لما بدأت لما الموضوع بدأ يبقى أكبر بدأت ألاقي كومنتات سلبية. والمشكلة إن هي مش من ناس عادية يعني مش من جمهور بيستمع ده بيبقى من حد بيكتب يعني مثلا يبقى واحد بيكتب يخش يقول لك أنت ما بتعرفش تكتب أنا بكتب أحسن منك مليون مرة أو واحد يخش يقول لك أنت مش عارف إيه في كتير أنا بخش برد عليه أقول له يا عم أنت أفضل مني مليون مرة وعلى راسي والله أيوة. عنديش مشكلة وبحب كل الناس تكتب وكل الناس تبقى أحسن. تكلمنا بمناسبة الكتب كلمنا عن الكتاب. قلنا هينزل انت قلت معاد نزوله وبلغت للناس كده كده 12 ودار النشر نشرت عندها ان شاء الله اخر الشهر دوت في المعرض في معرض الكتاب هيبقى موجود في معرض الكتاب الكتاب الجاي. باسمك الكتاب اكيد طبعا انت لا يعني قصدي الكتاب انت عامل له طريقه معينه وحاطط فيه كل الشعر هو ضامن 32 قصيده 32. في 32 قصيده طبعا في قصايد تانية كتير ما اتحطتش بس وانا يعني انا نقيت الافضل بالنسبه لي. طيب محمد اسامه عدد القصايد يعني بالظبط كل انت عدد تقريبا لا كتير ممكن اصل في حاجات تكتبها وتمسحها وفي حاجات تكتبها وتقطعها وترميها وفي حاجات تحتفظ بيها انت حتى ما تبقاش فاكر انت محتفظ بيه ولا ايه انا فاهم فبتنسى بس كتير يعني لو هنقول على المجمل عموما الكتاب فيه حوالي 32 قصيده في معايا حوالي 17 قصيده برضه تمام. طبعا انا وانت يعني واحنا بندردش كده قبل الهوا كنت بتكلمني على وقعدت ادردش معاك في حته ان انت ماشي في مجال انك تنقل الشعر لحته تانية وانت بالفعل كنت اول شعر كليب يعني كليب في شعر احكي لنا بقى القصه دي باختصار كده. بص هو انا حبيت اطلع اكون مختلف يعني اطلع بشكل مختلف ولاحظت ان مفيش كليبات شعر موجوده يعني هو كل الشعر بيبقى على مسرح او في لقاء في برنامج او فيديو كده وخلاص فانا حبيت ان انا اخد اتجه في الاتجاه دوت يبقى شغل كليبات بس يعني أيوة. طب والسوشيال ميديا انت متابع السوشيال ميديا ليك اكيد طبعا متابعين واكيد طبعا عندي الحمد لله ومعايا تيم شغال معايا على السوشيال بحب اشكرهم جدا معايا مصطفى حمزه مونتاج ومعايا محمد حمزه سوشيال ومعايا اسامه الخولي سوشيال ميديا ومعايا كذا حد يعني بالظبط طبعا هم الاصدقاء او التيم بتاعك دول هم اللي بيدعموك وهم اللي بيدعموك وهم اللي بيشتغلوا معاك اكيد طبعا بالظبط وانا بحب اوجه لهم الشكر ان انا برضو الشعر بصراحه يعني عاجبني جدا ربنا يخليك. طيب عايزين نسمع برضو كده قبل ما نختم حاجه على ذوقك. انا مش هقول لك بقى مش هخليك يعني انا اقول لك بس حاجه على ذوقك يعني قول لنا حاجه كده على ذوقك. بص هو في هقول لك بيتين من قصيده اسمها شاعر البيع بيقول تشتري يا بيه حد شاري عرض ساري لاخر نص تاخد ورقه وعليها مقص تقصقص في اللي فات منك تاخد وجعي وتجيب همك تاخد قلبي اللي بقى مكسور تطلع قطع غيار قلبك تاخد ذنبي وتجيب ذنبك تعيش العمر على مهلك وعيش العمر على جهلي هتورث فرح من اهلك وهورث حزن من اهلي هتصبح على اللي ضاع منك وهصبح على اللي جاب اهلي يا عم الفرح يندهل يا عم الفرح. طبعا انا بشكر محمد وكده احنا كنا وصلنا لنهايه حلقتنا. محمد اسامه شاعر جميل شاعر موهوب ان شاء الله اتمنى لك التوفيق يا محمد ويا رب دايما في نجاح ومن نجاح لنجاح. ربنا يخليك. نشوفك في حلقه جديده. محمد الخولي مع السلامه.